وقولوا للطاغوت لابليس اللعين سواء كان بالمشرق او المغرب انك اذا لن تفلح في نهج سياستك للارهاب ضد الاسلام وان حزب الله الاسلام هم الغالبون والفائزون شئت ما شئت ورب الكعبه فعباد الله الصالحين المسلمين المؤمنين بالله واليوم الاخر هم المنتصرون باذن الله واتباعك الكفار المنافقين والمشركين بالله هم الخاسرون لهم الخزي في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ونحن على أبوابها الكريمة وأنتم تعلمون ذلك بكتبكم الأولى والآخرة فلا داعي إشهار لسانكم بالكذب والنفاق والمكر والنكران على إعلامكم الفاسد ليصيبه مرة أخرى التشويش ما بعده تشويش إلى حدود قيام الساعة وحتى إعلام الأعراب بالمشرق والمغرب على الخصوص أصبحت تظهر على وجوههم علامة الكفر فليصيب لسانهم التشويش والبكم وأذنيهم الصم عليهم غشاوة على قلوبهم لا يفقهون ولا يبصرون شيئا ولا أحد من أهل بيت الرسول الكريم النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي المستور وراء الحجاب العظيم من الله سبحانه وتعالى محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس إلى يوم الدين القريب صلى الله عليه وسلم وذلك بإذن الله ولكي لا يستمع إليهم أحدا وهم على مسرحيات سياسية صهيونية قمعية للكفر فعاد الله عز وجل لهم صورة وجههم الحقيقية من الأولين كدعاب آل فرعون من قبل ومن بعد كما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأول مرة وهم كارهون النظر إلى وجوههم الممسوخة على مرآتهم فيشعرون باقتراب نار الفتن كنار جهنم إليهم وإن أصبحت رائحة الفحم والبخار على مناخر أنفهم يصعب عليهم الابتعاد والتخلص منها إلا أنها ترافقهم إلى حين إسقاطهم بأنفسهم على نار الجحيم وهم يضربون بأيديهم ووجوههم على تراب الأرض الكريمة فتحشرهم ملائكة الله تعالى على وجوههم إلى عذاب الحريق إلى عذاب الحريق مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا العذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب صدق الله القوي العزيز رب العرش المجيد فلا شفاعة لهم ولا رحمة عليهم إنهم طغاة على بر وبحر الأرض استعبدوا أنفسهم وجعلوا الناس يعبدونهم ولذكر أحد الصحابة الأحباء الكرم عمر بن الخطاب ليرضي الله عنه في الدنيا والآخرة بقوله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فأقول لهم أنه كحق في الإسلام من حقوق الإنسان للقيام بعدل إسلامي وجيه بالقسط بين الناس واتبعوا حزب الشيطان الرجيم لهم أخلاق صهيونية شيطانية كأعراب ويهود ونصارى كالمثل الذي قال يبتسم أمامك ويضر خلفك وإن هي سوى بالابتسامة الصفراء وحين التفائكم يعصي ويطعن خلفكم لكون قلبه يغلق حقدا وحسدا شيطانيا وينسى أنه إنس وليس بجن يؤذي نفسه بنار الغضب للفتن كنار من شياطين الجن ليصبح بالأخير
من شياطين الإنس، وهكذا حال آل فرعون وديابه الكفار المنافقين والمشركين بالله منذ اليوم الأول إلى اليوم الآخر، هذا كآخر خطوات يخطونها على تراب الأرض الكريمة، إلى أن يصبح تراب الأرض لا يتحملهم، فتتوفاهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام في نارهم، سواء ببيوتهم الفاسدة والمنهارة أو بمجالسهم للكذب والنفاق أو بمخابئهم للنفي، فيسجنون أنفسهم في نار مخابئهم على أيديهم لما كسبت، وذلك كمقدمة للعقاب الشديد عند الله، ألا وهو الهروب والخوف من نار، من نار تحشرهم من كل مكان، فيصرخون بيادا، فيصرخون بعد الصيحة الكبرى: يا ليتنا لم نشرك بالله أحدا ولا شيئا، وقد آتاكم الله سبحانه وتعالى برسول كريم رؤوف بالعباد حريص عليهم، النبي الحبيب الأمين المؤمن الأمي الخلق المسلم المصطفى المهدي بالشفاعة والرحمة على العباد من العالمين الصالحين، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس صلى الله عليه وسلم. وأنتم لا زلتم تعارضون رسالات الإلهية السماوية الإسلامية الروحانية الربانية الأخلاقية للسلم والسلام، كما تعارضون نبوتي بالكذب والنفاق والاستهزاء والتهديد، حبطت أعمالكم وسقطت أعمالكم في النار الجحيم، فاتبعتم البدع والضلالة، وكل بدعة وضلالة في نار جهنم، الذين كانوا يلقون فتويهم على أهوائهم لما أوحت إليهم الشياطين اللعينة. نعم، إن الله عز وجل لما يبعث أحد أنبياءه ورسله وإلا يجعل لهم أعداء بينكم ومنكم، مصداقا لقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة وجحدة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضلوا سبيلا. صدق الله الهادي النصير رب العرش العظيم. فأقول لشيوخ فلاسفة الطغاة بالمشرق والمغرب: تفلسفوا كما شئتم بسخرفة القول الغرور لسخريتكم على قول الرسول الشريف الحديث الصادق اللسان بوحي الله، وليس من نفس الطاهرة العظيم الخلق سيد الشرفاء والخلفاء على وجه تراب الأرض الكريمة النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بالحق المبين، وأحسن تفسير للقرآن الكريم كتاب الله العزيز المقدس محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس في الدنيا والآخرة بإذن الله صلى الله عليه وسلم. فإن شانئني هو الأبطر ما يبغضني غير الحق كضلالة في النار، وإن شانئكم يا أيها المنافقون وملاحقكم ليسقطكم في نار جهنم، ولله الحكم عليكم لما صنعتم واصطنعتم من أقوال وأفعال للفتن والفساد، فتتبعكم الفتن من كل مكان، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرة
زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون. صدق الله العليم الحكيم رب العرش الكريم. فقولوا ما شئتم لن تطفع ألسنتكم وأيديكم الفاسدة نور الحق المبين من وحي الله تعالى على لسانية رسول الله الكريم النبي الرحيم المسلم المصطفى المهدي بروح القدس للصراط المستقيم محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر هذا صلى الله عليه وسلم. وأنتم لا تعلمون شيئا عن روح القدس يا أيها الأعراب المشرق والمغرب، فاسألوا أهل الكتاب من الأولين لعلكم تتقون. وروح القدس من الله سبحانه وتعالى نفخها في صدري لأقوى إيمان بالصدور، عليها شفاعة ورحمة من الله سبحانه وتعالى عند السراء والضراء. فأسألتم أنفسكم يوما ما مرة واحدة عن كم من مرة تلددتم حياتكم في الدنيا كلدة لشهواتكم للنساء واللباس والأكل والشراب وغيرها لكل ما تعشقونه وترغبون إليه كلدة دنياوية، فماذا عن الحكمة الدنياوية أن تقصروا وتنقصوا من غرورها وتغيرون طعمها إلى لدة حب لله الأعظم والأكبر للأبدية بالآخرة، فتنقلب لدتكم هذه لدة إلى لدة أخروية للقناعة والشبعة، وإن جاع البطن وكثر الإيمان بالقلب فيا لها من لدة الحب بالقلب للإيمان بالله الميسر الأمور.